وانا مش عارف ليه بعض الناس يعني اللي بينتقدوا حضرتك على هذا الكلام ده، هو ده اللي احنا مأمورين بيه، وهو فكرة اعمال العقل. شغل عقلك وادرس وحلل واسمع كل الكلام وشوف ايه اللي يتفق مع العلم ومع المنطق ومع ومع ومع، وارفض واقبل. ما هو ده الحضارة والبشرية بتتقدم بالكلام ده. تمام. طيب، مش كان رأي احد يعني اظن ابو حنيفة لما قال رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب؟ من أتانا بأفضل منه طبيعنا. الإمام الشافعي. الإمام الشافعي. طيب. فيعني شيء جميل. طيب. الحاجة التانية بقى اللي المفروض إن احنا نتكلم عنها هي إن الغرب يعتقد إن حضارته جاءت من اليونان. وزعلانين قوي إن مارتن برنال رجل أمريكي ومعاصر وعلى قيد الحياة مطلع كتاب اسمه أثينا السوداء، أن أثينا خدت كل حضارتها من الحضارة المصرية القديمة حتى الأبجدية اليونانية نصها من الهيروغليفي. أمال إيه الحضارة اليونانية أصل الحضارات دي؟ هم بيقولوا كده. هم بيدعوا هذا. إنما إذا كان أفلاطون نفسه جاء 13 سنة عندنا وعلمناه الفلسفة على أيدين المصريين. أفلاطون نفسه. أفلاطون. لو واحد من رموز الحضارة اليونانية. أفلاطون. ما تقول الحضارة اليونانية لا تقول أفلاطون. طبعا. ده له في كتابه القوانين جملة بيقول فيها ما من علم لدينا إلا وقد أخذناه عن مصر. ما من علم لدينا إلا وقد أخذناه عن مصر. عن مصر. بلاش كده وكده، يقول علموا أولادكم الموسيقى المصرية فهي أرقى أنواع الموسيقى. علموهم. لا بس ارجع تاني يا دكتور عشان الجملة دي مهمة. في كتاب القانون ما من علم من لدينا الا وقد اخذناه عن مصر. افلاطون. ده اعتراف افلاطوني. افلاطون نفسه. حلو. وبعدين يقول علموا اولادكم الموسيقى المصريه فهي ارقى انواع الموسيقى. تمام. علموهم كيف يتعلمون من مصر، كيف يتذوقون الفنون، ثم بعد ذلك اغلقوا السجون. ده افلاطون برضو. طبعا واحد اي واحد يتذوق الفن لا يمكن يصدر منه كيف يتذوقون الفنون ثم بعد ذلك يغلقوا السجون. يغلقوا السجون. وقبل منه احد الاعمده اليونان السبعه اللي هو طاليس ابو الفلاسفه اليونان كلهم، ده جاء مصر هنا وتعلم الفلسفه على ايدين المصريين وعاد بها الى بلدته ايونيا في اليونان يعلمهم الفلسفه المصريه. ادي اثنين فلاسفه ادي موجودين. تمام. بيتاجوراس اللي هو فيثاغورس اللي طالعين بيه السماء، ده اتلطم هنا في مصر لما راح جامعة اون رفضته، وجامعة هليوبوليس رفضته، قبيلته مدرسة عادية بسيطة قعدت تعلم فيه الرياضيات والهندسة والجبر 22 سنة. فيثاغورس. فيثاغورس صاحب نظرية فيثاغورس الشهيرة المشهورة بتاعت الجيومتري الهندسة الفراغية دي. لا وبتاعت المربع القائم في المربع القائم على وتر المثلث قائم الزاويه يساوي مجموع المربعين عبد العين الاخرين. لا والله ماليش في ادبي اكل انت بتقوله بالنسبه لي. دي جابها منين بقى؟ دي جابها من عالم بناء. عالم بناء كان عشان يعمل حائط قائم الزاويه يجيب حبل 12 عقده يحط اربعه على الارض وثلاثه فوق، ولازم يوصل الخمسه اللي فاضلين، ما هو 3 4 7 5 12 فصل يتم تعمل زاوية قائمة يعمل عليها الجدار بتاعه. خدها من قال لك مربع خمسة يبقى 25 يساوي مربع 3 9 ومربع 4 16، 9 و 16 يبقى 25، فقال لك مربع. حلو. ده فيثاغورس على سبيل المثال. سولون اضطر أن يعتنق الأمونية عشان يقدر يدخل المعابد ويدرس القانون، وبعد 3 سنين يخرج ويكتب ويقول ربط على كتفي احد الكهنه وقال لي انتم اليونانيون اطفال بالنسبه لنا. والدكتور طه حسين نفسه. انت بتتكلم يا دكتور عن يعني علامات وايقونات الحضاره اليونانيه، افلاطون وفيثاغورس وسولون. سولون وفيثاغورس وطاليس وافلاطون. دكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافه في مصر يقول ايه؟ أقولها لك بطريقة تبع. اليونانيون يعرفون أنهم تلاميذ للمصريين في حضارتهم الراقية. ده الدكتور طه حسين. سلام يا سلام. يا سلام. أدي طه حسين. يعني الحضارة المصرية هي أصل الحضارات باعتراف أقطاب ورموز الحضارة اليونانية نفسها. بما فيهم راجل أمريكي اسمه مارتن برنال كتابه اسمه أثينا السوداء.
اللي ياتينا الافريقيه المصريه يعني. صحيح صحيح صحيح. طب نيجي بقى للنقطه الثالثه عشان الوقت ما ياخدناش زي كل مره كده. لا بالعكس، ده احنا ماشيين في سرد ممتاز.